حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد إبراهيم حمد الوزان، المشرف العام على مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية. أهلا بك سيد إبراهيم، نشكرك على قبول الدعوة. نبارك لكم نجاح المهرجان واختتام فعالياته وسط إشادة كبيرة من الجميع بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات. أيضا نود الحديث عن المهرجان في نسخته الثانية وما تضمنه من فعاليات وبرامج ساهمت في هذا النجاح الكبير. شكرا أخي العزيز، والشكر موصول لجميع القائمين على المهرجان من منظمين ومتعاونين ومشاركين وطواقم إعلامية شاركت في تغطية فعاليات المهرجان بشكل متواصل طوال 16 يوم. طبعا المهرجان في نسخته الثانية هذا العام كان متميز بتنوع الفعاليات ومشاركة العديد من المؤسسات الرسمية والوطنية مثل وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة السياحة، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، بالإضافة لمشاركة الصحف المحلية. تضمن المهرجان برامج متنوعة تتناسب مع كافة الأذواق والأعمار مثل الفنون والفرق الشعبية وإحياء الموروث البحريني الأصيل والمعارض والمتاحف التاريخية والسوق والمطاعم والبرامج الترفيه للأطفال، بالإضافة للبرامج التلفزيونية والإذاعية المباشرة من القرية التراثية. وتاحت الفرصة طبعا لزوار المهرجان مشاركة بشكل مباشر في مسابقة العيد الوطني أنا البحرين اللي تعتبر أكبر مسابقة بمناسبة الأعياد الوطنية. في هذه النسخة المشاركات في المهرجان تجاوزت 70 مشترك بين محلات تجارية ومطاعم ومقاهي وأسر منتجة وألعاب أطفال. وهذا التنوع بالإضافة للفعاليات المصاحبة ساهم في تحقيق المهرجان للحضور الجماهيري المتميز اللي فاق 100,000 زائر، وهذا يعتبر نجاح لجميع المشاركين في المهرجان. وبهذه المناسبة أتقدم خالص الشكر والتقدير لسعادة وزير الإعلام الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي على دعمه ومتابعته المتواصلة للمهرجان. والشكر موصول طبعا لجميع الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة على مشاركتهم وتعاونهم معنا في المهرجان. وبإذن الله المواسم القادمة المهرجان بتكون أفضل ومتميزة بشكل أكبر بتعاون ودعم الجميع. نعم سيد إبراهيم حمد الوزان، المشرف العام على مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.